فيما يتعلق بحزب التحرير، لأن هنالك أيضا قرار متعلق بكل الجمعيات أو الأحزاب التي لا تمتثل إلى ما جاء به الدستور وإلى ما جاء به القانون. تم إعداد الملف القانوني وستقوم الحكومة بالتنبيه، لأنه يعني فما إجراءات نحن نقوم بها في إطار دولة القانون بالتنبيه على الحزب بإعطائه مهلة للقيام بالإجراءات المخولة قانونا، وعليه أن يقوم بإصدار قانون أساسي يتضمن التنقيحات القانونية الواجب تقديمها طبقا للدستور.